روتين كاملين. المغربية الألعاب والرياضة كتعتني به كل نهار. تمتعوا كيف بغيتوا. MDGS معا بروح رياضية. مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم في خبر اليوم نقدمه لكم من قناة شوف تي في. يحتفل اليوم العالم باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وهي ظاهرة عالمية تتجاوز الثقافات والطبقات ومستوى التعليم والدخل والعرق والعمر، وهي من اكبر واخطر خروقات حقوق الانسان التي ترتكب في حق المرأة، لانه يلغي حقها في المساواة والكرامة والشعور بتقدير الذات. ويتم تسجيل آلاف الحالات في المغرب من طرف مختصين وباحثين ومراكز الاستماع وفعاليات حقوقية، ومن بينها حالات تتجاوز كل حدود الإنسانية من خلال المظاهر عنف جسدي خطير يصل في بعض الحالات إلى القتل والعاهات المستديمة. وبهذه المناسبة نظمت جمعية إنصاف ندوة صحفية بالدار البيضاء سلطت الضوء من خلالها على الأمهات العازبات، إذ كشفت الندوة عن أرقام ومعطيات مثيرة تخص هذه الفئة من المجتمع. نستمع لبعض الفعاليات النسائيه التي شاركت في هذه الندوه، نتابع. كيف تتعيش هذيك الام العازبه الوقت اللي كتعرف راسها بانها حامله وهي خارجه على اطار الزواج؟ كيفاش المجتمع كيتعامل معاها؟ ديك الظروف القصوى اللي كتعيش، كيفاش تيوصل بها حتى اللي تخلى على ولدها؟ وحنا الجمعيه كنخدموا باش هاد الامهات العازبات ما يلوحوش ولادهم، ما يخليهم معاهم ويكبروهم معاهم ويعطيوهم الحقوق ديالهم بما فيهم الحق لتا سيفيل، السميه، الكون ديالو ك سان سيتويان، يكون سيتويان ماروكان ولا الجيريان ولا تونيزيان، ويكون عنده الوراق ديالو ويقدر يمشي للمدرسة ويقدر يكبر ويخدم وينجح في حياته. الكتاب شنو تيبين؟ تيبين بينا في المغرب كاين بعض الفرق بين البلدان من ناحية ديال القانون ومن ناحية ديال المعاملات مع المرافق العمومية، بحال الصحة، بحال لا جوستيس، بحال تو سكي ابي ايكونوميك. دونك تيبان بان تونس فايت المغرب والجزائر في هذا التريتمون ديال لا بروبليماتيك دي مير سيليباتير. واخا بان في المجتمع راه كلشي بحال دونك باقي ديك لو روجي ديال لا مير سيليباتير وباقي سي تري ديفيسيل بوغ ال اي بوغ لي زانفون. هاد المشاريع بحال هادو هو وضع واحد الارضيه ديال معلوماتيه بالاساس على يعني شنو ما شنو هو العنف كمفهوم، شنو هي يعني مختلف اشكال العنف اللي تتعرض لها الامهات العازبات، اماكن العنف، من هو المعنف، شنو هي اماكن العنف، شنو هو المسؤول، من هو المسؤول عن هذا العنف، يعني ومحاولة معالجة هذه القضية في هذا الإطار هذا. دونك هنا التجربة ديال اليوم هي الأمهات العازبة في المغرب العربي، الدفاع عن حقوق والإدماج العائلي، مجموعة تجارب اللي ضمت كذلك تجارب من خلال مراكز الاستماع سواء في المغرب، تونس أو الجزائر، وهي مدعمة من سانتي سود. وبالعودة إلى اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، نزل طاقم شوف تي في وإلى الشارع واستقى مجموعة من آراء المواطنين حول هذه الظاهرة، نتابع. الرسول صلى الله عليه وسلم نهار غادي يموت أش وصانا؟ وصانا قالنا أوصيكم بالنساء خيرا، أوصيكم بالنساء خيرا، أوصيكم بالنساء خيرا. المرأة ماشي ديال العنف، المراق ديال الحوار. في نظري انا الراجل خصو اعاده نظر باننا حنا عصر اخر، ما بقيناش كنعيشوا ذاك العصر ديال المراه كشي حاجه مكتسبه ديالو. دابا المراه والراجل مساواه في الخدمه، في خير مثال انت كتشوفي زعما كاينه مساواه، اذا علاش غادي عندنا في الراجل يحطوا كل شيء اطابل ويتفاهموا؟ التعنيف ديال المراه كاين فيه اسباب. الانسان ما خصوش خصو يتعامل مع النسوي بحد ليونه، هذا ما يتعامل معامله مزيانه مع هذا الجنس، لان بلا بيره ما كاين والو، بلا بيره ما كاين حتى حاجه،
لانه هو السبب ديال الانسان باش يوصل لشي حوايج اللي ما كانش يحلم بهم باش يوصل لهم. حنا نقدم لهم هما يكونوا مساعدين مع بعضياتهم ويحيدوا هذا العنف، راه ما صالح لوالو، هذا هو اللي كاين. ما خداماش للمراه، المراه ديما ضعيفه، ما خصهاش تكون بحال هكا، خصها تكون ديما مسانده وعندها اللي واسيه ويسانده، وما تكونش معنفه، ما تكونش مضاربه، ما تكونش ما مسكينه جهدها قليل. الزوج اللي كيعنف المراه ديالو يعني هو ما بغاش الام ديالو تيتعنف من طرف، يعني المراه دابا راه ولات المساواه بين الرجل وبين المراه، ما خصش المراه تعنف، دابا راه المراه ولات كتنافس الرجل على بزاف الحوايج في البرلمان، في بزاف الحوايج. العنف ضد النساء ظاهرة تشوه إلى حد بعيد المجتمعات، كما تضرب في العمق كل المبادئ الإنسانية والقيم النبيلة، وتكرس رجعية المجتمعات ما يزيد من حدة المطالبة بقوانين أكثر صرامة مع المعنفين. دمتم في رعاية الله، وإلى فرصة قادمة بحول الله.